عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. السيرة النبوية العطرة، هذا الحبيب 8، جزء 8، مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم وتشرف هذا الكون بأطهر مخلوق وأشرفهم عند رب العالمين في صباح يوم الاثنين 12 ربيع الأول. ما الحكمة بأنه ولد في شهر الربيع؟ لماذا لم يولد في رمضان وهو أشرف الشهور؟ ولماذا لم يولد في الأشهر الحرام؟ ولماذا لم يولد يوم الجمعة؟ هو لأن الشهور والأيام هي التي تتشرف بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتشرف هو بالأيام. فلو كانت ولادته في رمضان أو الأشهر الحرام لقال الناس بورك فيه بفضل تلك الأيام، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أشرف من تلك الأيام، فالأيام والشهور هي التي تتشرف في ولادته، لذلك كان شهر ربيع الأول من الأشهر المباركة، حتى عندما يذكر اسم الربيع تطمئن القلوب والنفوس له. كانت ولادته صلى الله عليه وسلم أول ساعة من النهار، قالوا عند الفجر، والبعض قال عند الضحى أول ما تظهر الشمس. آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ستخبرنا ما حدث معها عند الولادة عن طريق الصحابية الجليلة شفاء رضي الله عنها. شفاء هي أم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكانت من الأوائل الذين أسلموا، وهي القابلة التي وقفت مع آمنة أثناء الولادة. تقول آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم أخذني ما يأخذ النساء، تقصد الطلق، ولم يكن عندي أحد ولم يعلم بي من أحد، كانت وحيدة في البيت. تقول فسمعت جبة عظيمة مثل شيء ضخم وقع على الأرض وأصدر صوت عظيم، فخفت فسمعت صوت بعده أكبر من الذي قبله فزاد خوفي، ثم رأيت نور في المكان خرج منه كجناح أبيض فمسح على قلبي فزال عني الرعب والوجع كله، ورأيت كأن رجال قد وقفوا في الهواء وبأيديهم أباريق من فضة، فأخذني المخاض. بدأت الولادة، فخرج مني نور أضاءت له قصور الشام، فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها. فدخلت عليها شفاء رضي الله عنها، تقول شفاء فنزل صلى الله عليه وسلم من أمه لا كما ينزل الصبية. شفاء عندها خبرة، فهي التي كانت تولد نساء مكة، فهي تعرف أن المولود عندما ينزل ينزل من رأسه للأسفل. تقول شفاء نزل معتمدا على ركبتيه وكفيه ساجدا ينظر بطرف عينيه للسماء كالمتضرع المبتهل لله، ثم قبض قبضة من التراب. كانت بيوت مكة الأرضية من تراب آنذاك. تقول شفاء فحملته ونظرت إلى وجهه وإذا به كالقمر ليلة البدر يتلألأ نورا وريحه ريح المسك يسطع منه، فأردت أن أصنع له ما يصنع للمولود، فإذا به لا يحتاج شيء، مقطوع السرة. أرادت شفاء أن تقطع السرة، الحبل السري، وتنظفه مثل أي مولود. تقول شفاء كان مختونا مطهر، طهور الأطفال، مختونا نظيف مطيب، ريحه المسك مكحل العيون. تقول شفاء فما كان مني إلا أن ألبسته ثيابه وأعطيته لأمه، لأنه ليس بحاجة لشيء صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن نفسه إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى
ورؤيا أمي التي رأت. موقع ولادته صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يوجد الآن هناك مكتبة تسمى مكتبة مكة. ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشرف الكون بولادته، وأرسلت آمنة إلى جده عبد المطلب على الفور، وكان عند الكعبة أنه قد ولد لك مولود، فتعال فانظر إليه. فلما سمع الخبر عبد المطلب انطلق مسرعا إليها مسرورا مندهشا تغمره السعادة. ولد لابن عبد الله الذي توفى قبل شهور مولود. فلما وصل عبد المطلب ونظر للرسول صلى الله عليه وسلم، نتابع التتمة في الفيديو المقبل إن شاء الله، الأنوار المحمدية صلى الله عليه وسلم.